السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم كويزين لابيرل راح تقدم لكم طبيخه بالقنون وجلبانه والفول. هذه طبيخه معروفه عند الجزائريين سورتو وقت الربيع، يديروها بزاف بنينه وغادي ليغوم ومليحه للصحه. ها من المقادير نبداو. الاول عندكم القرنون، كيلو قرنون، رطة الجلبانة، رطة الفول، 4 حبات طماطيش مسكرفجين. عندكم الثوم قيس 4 سنات حتى 5 سنات، دوك على حسب لا كونتيتي، انا ما درتش بزاف، درت 5 سنات ثوم زين بوستاي. وعندكم فليفلات ثلاثة غرون فليفلة، قولوا لها القناوة، هذه في القناوة تجي حارة شوية هي باه تجي بنينة. وعندكم هنا القصبر والنعناع، لازم لكم القصبر والنعناع مخلط، وزوج مغارف دو كويار سوب نتاع الرز، زوج مغارف تاع الرز، فلفل كحل شوية، 4 مغرفة. عندكم نص مغرفة أكل تاع فلفل عكري ويقولوا فلفل أحمر، وعندكم نص مغرفة قهوة تاع فلفل حار، هذا ثاني راحين تقولوا لي بلي درتي منها فلفل حار وزدتي منها فلفل قرون، هذا ما يطلقش بزاف، مانيش موش مدرسي، يطلق البنة برك ويجي شبع في الماكلة. وعندكم ثاني الملح حسب الرغبة والزيت والماء باش تملقوا. طريقة التحضير، نشعلوا الفرن، نديروا 3 إلى 4 مغارف زيت. على بالكم بلي الطبيخه لازم تكون ميذمه شويه باش تجي بنينه. نضيفوا الطوماطيش والثوم، الطوماطيش والثوم، العفو، لازم تجي شويه مزيته، ما درتش بزاف زيت بالكم بزاف، مي تجي لازم تكون شويه مزيته باش تجيكم بنينه. نقلوا الثوم تاعنا مع الطوماطيش، وانا ندير كلشي على جهه ما نكسروش راسنا. ندير شويه حشيش، هذا يقولوا لي قصبر ونعناع، ماشي تقل بنا، لازم القصبر والنعناع، ما تديروش قصبر ونعناع ما تبان لكمش طبيخه بنينه تاع الربيع. ماشي ما عندناش قصبر ونعناع، نعاود لكم شويه في الكحل. فوالا انا عيني هي ميزاني، وانتم ما ديروش كيما انا، عبروا بالمغرفه تاع القهوه اللي يتعلموا واللي يعرفوا يديروا كيما انا. هذا فلفل عكري، وهذاك اللي درتو مقبل في الكحل، وهذا فلفل حار. ها فوالا، عندكم شويه ملح، فوالا نقلهم مليح. بعد ما يتقلى واني نولي نزيد نرمي لي ليغوم الخضر تاعنا. بعد ما قلينا الطوماطيش تاعنا والثوم والقصبر ولي زيفيس، دوكا نضيفو لي ليغوم الخضر. سمحوا لي الفوار راه يطلع. فوالا عندنا الجلبانة وعندنا الفول، وعندنا القانون، كون قسمنا كل حبه على زوج، الا كانت كبيره بزاف الحبه هادو شويه صغار، انا عندي الا كانت كبيره شويه حبه قسمها على بعض. هذا هو فوالا الفول الجلبانه والقنون، ونضيفوا الماء، نغطوها في السمن، نغطوها ما تخرجش الماء كي تجي مجمره. فوالا يطيب لك شويه مواتي الخضره، تكون طابت مواتي الخضره، راني نقول لكم باش تنتبهوا، ديروا هذوك زوج مغارف تاع الرز اللي كنا شللناهم، زوج ملاعق اكله نديروهم لداخل هذه الطبيخه كي تكونوا مواتي طايبين. نضيفوا هذ زوج دو كويار سوب تاع الرز، يزيدوا يشربوا يطيب مليح الرز، نطفوا الفرن ونديروا لها القزبر من الفوق، وتشوفوها في طبق التقديم. هاتوا تالخ. بعد ما قريب تطيب لنا الخضره، ها هي قريب تطيب، لازم شدوا ضيفوا لها دوك دو كويار سوب زوج مغارف روز، هاذي باش تختار، خدوها واحد 10 دقايق تكفي، ولاصوص تكون كاينة شوية، تكون كاين شوية، ها مش نشفت باسكو درناها طيب على فدو نار قليلة، ونكملو نطيبو هذا الروز وتشوفوها في لابخيزونطاسيون في طبق التقديم. هاي طابت التبيخة تاعنا، تاكلوها بالصحة والهنا، جات بنينه ومجمره، وما تكونش فيها هذه المرقه، فيها غير شويه صوص من تحت، تكون شويه مزيته، هذا ما كان ماشي بزاف زيت، ما تكون شويه مزيته، تبي خاتوش تحب شويه زيت زياده. وزيناها بالقصبر وبصحتكم، وما تنساوش فعل الجرس باش يلحقكم لي زوتغ غوسيت.
فترة أخرى إن شاء الله.